وبأجدير نظمت الكتابة الإقليمية لحزب طليعة الديمقراطية الاشتراكي لقاء تواصليا لتقديم قراءة في النموذج التنموي الجديد عبر نقاش مفتوح مع المواطنين للإحاطة بمضامينه. خديجة الجمالي ونور الدين صابر. النموذج التنموي الجديد اهتمام وتطلع مشترك يجمع بين كافة فئات المواطنين. حرص حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عبر هذا اللقاء على تقديم قراءاته في مضامينه. نحن لدينا في فيدرالية يسار قراءة نقدية لهذا التقرير، سبق أن قدمناها أمام مسؤولي اللجنة. نريد أن نبلغها للمواطن والمواطنات في جميع مناطق المغرب، ولدينا أيضا مقترحات سبقا قدمناها في مذكرة فيدرالية اليسار تتعلق بمداخل هذا النموذج، مداخل الأساسية للنموذج التنموي. الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو وضع وجهات نظر مختلفتين حول النموذج التنموي الجديد، وذلك من أجل العمل جميعا مستقبلا لتحقيق هذه المشاريع، ولكن بوجهة نظر مختلفة. لقاء تميز بتقديم مختلف الآراء والقراءات مع الانفتاح على مقترحات وانتظارات المواطنين وإشراكهم في مواكبة هذا النموذج والإلمام بتفاصيله وأهدافه.